اسباب سكر الحمل. اول شيء نشخص شو اسمه، شو يعني سكر حمل. نعم. الحاله اللي يشخص فيها الاصابه بمرض السكر للمره الاولى خلال الحمل هون بنسميها سكر الحملي. شو اسبابه؟ اسباب السبب الرئيسي ما بنعرفه شو، اما الاليه تبعيته انه يصير الجسم بيعجز عن افراز كميات كافيه من الانسولين اللي يفرزه البنكرياس. هذا الانسولين يقوم بتنظيم كميه السكر بالدم لمد الجسم بالطاقه، او تخزين كميات السكر الزائده اللي ما بيحتاجها الجسم بشكل فوري اثناء فتره الحمل على شكل جلوكوجين. فاذا الجسم ما استطاع افراز هذه الكميات الكافيه من الانسولين سوف تصاب المراه بمرض السكري. عاده يختفي مرض السكري بعد الولاده. نعم. ايضا ما هي اعراضها؟ لا يوجد شيء عرضي تماما يوجه المريضه انه معاها مرض سكر، اما في شغلات توجه بشكل بسيط، مثلا تعب، العطش، كثرة التبول، عدم وضوح الرؤية، هدول شغلات عرضية، أما شيء موجه بشكل تام ما في. نعم. أيضا كيف يتم اكتشاف أن المريضة أو المرأة مصابة بنوع السكري هذا؟ المريضة لازم تذهب لدكتور النساء والتوليد كل شهر تراقب حملة. بالأسبوع 24 للأسبوع 28 لازم يفحص سكر الدم، هي أكثر مرحلة يشخص فيها مرض السكري. بالدم أو بالبول رح يطلع مع إما مع سكر أو غير مصاب بالسكر. نعم. المعدل الطبيعي للسكري لدى الحامل بالتحديد؟ لا، ما فينا نقول معدل طبيعي لأنه يختلف من شهر لشهر. كيف يكون الاختلاف دكتورة يعني من شخص لشخص؟ حسب البدانة، حسب التمارين الرياضية، حسب حاجة الجسم. نعم. أيضا هل هناك نظام غذائي يتوجب على المرأة الحامل إن هي تمشي عليه طيل فترة الحمل؟ طبعا أهم شيء بالنسبة للمريضة السكري أو المريضة حتى المهيئة أنه ممكن يصير معها مرض السكري أثناء الحمل، أهم شيء نحرض على التمارين الرياضية، الرياضة، المشي، السباحة، اليوغا، هدول كتير كتير بتخفف نسبة السكر بالدم. كمان لا. النظام الغذائي المتوازن اللي يحوي على كميات كبيرة من الكربوهيدرات الحبوب الكاملة، بروتينات اللحوم الصافية الخالية من الدهون والدسم كميات كبيرة. حاول انه تخفف وزنك قدر الامكان، وحاول انه كمان تبعد عن التدخين. التدخين هلا الدراسات الجديدة عم تقول انه التدخين له سبب كثير كبير حصول السكر عند مرضى عند الحوامل. نعم دكتورة. أيضا أي أشهر أكثر تكون فيها المرأة الحامل عرضة أن هي تكون مصابة بهذا المرض؟ بعد الأسبوع 20 يعني غالبا يعني بين الشهر السادس للشهر بداية الشهر السادس لنهاية الشهر السابع غالبا تكون المريضة إذا كان بده يصير سكر بيصير هاي الفترة، ويعني فترة الحمل المتوسطة. نعم. ماذا عن الأشهر الأولى؟ يعني هل تكون معرضة حتى في بداية الأشهر الأولى أن هي تصاب بمرض السكري؟ ممكن تكون معرضة للسكري بالأشهر الأولى من الحمل هون إذا كانت مصابة قبل مرض السكري قبل الحمل. نعم. فهون رح يرتفع السكر. إذا كان وزنها كتير زائد، إذا كانت مثلا حامل التوأم، إذا كان عندها استسقاء أمنيوسي ممكن يكون عندها سكري بالأشهر الأولى. ايضا هل يستمر معها حتى بعد الولاده؟ غالبا المريضات السكريات ينتهي الحمل فينتهي السكر، فنسبه بسيطه جدا هي من 10 ل 20% من الحوامل السكريات رح يستمر عندهم السكري بعد الحمل. ما سبب انه هو يستمر معها لبعد فتره الولاده؟ السبب انه عجز البنكرياس عن افراز الانسولين، يصير في عندها خلل بغده البنكرياس بافراز الانسولين، فراح يصير عندها مرض السكر. ما حافظت على وزنها، ما اتبعت نظام غذائي، ما عملت تمارين رياضيه، هون راح يضل معها السكر. نعم. يعني نقدر نقولوا ان الوزن والعامل الوراثي له دور ان هي تكون مهيئه ان هي تكون تصاب بهذا المرض. التوازن الغذائي والرياضه سبب كثير كبير انه يكون معها سكر. نعم. ماذا عن العامل الوراثي؟ هلا العامل الوراثي ممكن انه يصير عنده مرض السكر اذا كان في حدا من اهله يعني في تاريخ عائلي للاصابه بالسكر. هذا في حاله السكر يعني اثناء الحمل ام السكر العادي؟
اللي يستمر لفترة ما بعد الحمل ويقعد أو حتى من قبل الحمل. أثناء الحمل الزيادة الوزن، يعني في عدة عوامل بتزيد السكر أثناء الحمل، مثل الزيادة الوزن، سوابق ولادات جنين عرصة أكثر من 4.5 كيلوغرام، إذا كان عندها سكري قبل الحمل ممكن يصير معها سكري أثناء الحمل، مثل ما قلت لك تاريخ عائلي للإصابة بالسكر، بعض المناطق الجغرافية ممكن تصاب بمرض السكري الحملي أكثر من غيرها، مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، هدول أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر. نعم، ما مدى تأثير مرض السكري على الجنين؟ هلأ الأجنة لأمهات سكريات رح يتعرضوا لوزن زائد، يكون وزنهم أكثر من الأجنة لأمهات طبيعيات، هذا يعرض الطفل لصعوبة المخاض والولادة، مما يؤدي إلى ممكن شلل في الضفيرة العضدية أو ما يسمى بشلل إرث، نقص سكر الدم، نقص الكالسيوم، ارتفاع البيلوربين، هذا كله يسببه السكري الحملي عند الأجنة، بالإضافة للتشوهات الجنينية رح تكتر كثير كثير عند الأجنة. نعم دكتور، هل هناك يعني أي أدوية يتم تخصيصها خلال فترة الحمل عندما تكون يعني المرأة هي مصابة بهذا المرض؟ في بعض الأدوية هي تقلل نسبة التشوهات، في عنا الفوليك أسيد يتاخذ بجرعة 5 ملغرام في الأشهر قبل الحمل، يعني عندما تبلش المرأة تخطط أنها بدها تحمل لازم تاخذ فوليك أسيد بجرعة 5 ملغرام في 3 أشهر قبل الحمل، لازم تخفف وزنها، لازم تضبط السكر منيح قبل فترة الحمل، لازم تلعب تمارين رياضية.